مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل لهذه الحلقة الجديدة من برنامج في بيوت الفنانين. هذه الحلقة خصصناها الليلة العيد المولد النبوي الشريف مع ضيفتنا الفنانة المتميزة صاحبة الصوت الجميل والمتميز أيضا بيتي بنت أحمد والنقذي، الآن على آلة الأورج العازف المتميز صاحب الأنامل الذهبية محمد بنت أحمد والنقذي. تعري فرمشة عين مكانوت تبرق
والسلام. هذه المدحة زينة بدي لانقسوا البيت شوي تبارك ذاكش تبارك مالك مخال عمل البيت مال الله تبارك الله اللي كيف مال البيت اللي مال الله يا بابا آخر عام بدي شنو تعاملك مع أهل الدار طبيعي أنا إنسانة طبيعي ولا ماني متخرق لي يعاقبوا علي ياسر من دموع ياسر من بروتوكولات أنا لا إنسانة طبيعية بدا ما فهم تميز عليك ما فهم تميز عليك فنانة وعندك بيت خاص بيك وعندك أوقات خاصة بيك ولا تقعد في الدار في أي وقت دار وجمع فيها طبيعي يعودوا معي الواقع يجوني من أبدا من قصور أبدا مجلس معاهم لما مجلس ترى معاهم ما بنحضر يقضى بدي تأخذ للشارع ليتي تقوطر شوي الله يدعي بعيدنا عند الرياضة شوي هي سلبية بتي تقيسي المرس ماني قيسي هي من اللي أنا اختير عندي حد يسوي بطني والله عندك أكل عنال عند الفنان يعني لو مين حارج ولا نقيسي المرس ماني قياس المرس دايما نبقي دار دايما نبقي دار ودايما عندي حد يسوي وقف ملابسك تختاريهم انت ولا عندك ارواق ايش اختارهم لك نختارهم وانا يا غير نطرح مواصلات وجوه بدي الله تقولي لنا شيء والله شي زين بصك مسكي حتى زين حتى يسمع شي زين بصك اللي زين لين ما يقيس الشعر الخريف ولا يقيس الشعر الخرات لك يا وعد لك يا وعد بدي كافي هول بدي منك
طلعة من قايدها. قدمي له تحية من المنبر. بتي لا تقولي لنا الشعر هون. شنو برنامجك يوم العيد؟ كي برامج الفنانين والله يوم العيد ما نعرف برامج الفنانين ما نعرف يوم شي برامج ولا البرنامج الطبيعي اسقع كامله بهوا غير انا بعد يوم العيد طبعا ندير نوع عليه حارة الدار هون توقع لوالدي نشوف ونعرف حالي وصول رحمهم ونرجع بتي شنو تعاملك مع جمهورك في وسائل التواصل الاجتماعي يعني على الافتراض عندك واتساب وعندك فيس انا عندي واتساب
عندي فيس وعندي سناب، عندي الحمد لله كامل. تتراسل مع جمهورك عليهم، تتراسل معهم جمهوري. أكثر استخدام اليوم لا واتساب، دائما عيت شي يجيني شي ملوقات العودانة، دائما مكونكتي على فيسبوك الهالي هو من واتساب. أنا ما دعيت ما دعيت تعملين أقرب وليش واتساب لا ما ليش تحت راعيت مرة هم ومرة بتي. كنتي فنانة وحدك سابقا وخشيتي جو الأسرة، من درى يا كانك إلى قصتي ندوية تستضافي باسم الأسرة ولا باسم كفنانة؟ استضاف بتي من هالسياحة عبد الشعيت وعيت مليقة كانها قالية عليك، كانها قالية عليك قداي جار عن السياحة حالتك. مشيتي في مهرجان ولا مشيتي شغل خارج؟ إذا كانت تستقل لك الفرصة للسياحة والله ما نطلع، أنا دائما نعود إلى نعود ماشي عندي عمل دائما للدار، نمشي لوجهي ذاك العمل اللي نشوفه شغل خارج راه قاعد يعود ماشي هو في السياحة هو نفسه ما هو في عمل قاع هيك الطريق ثاني، دائما مجال العمل ما نزيد على العمل في الخارج نرجع وتوف. بنتي شنو وجبتك المفضلة؟ وجبتي المفضلة شنو الوجبة اللي تتقني تي لا تعرفتي؟ ما شاء الله ما خارج تبارك الله شيء من خاصة ما خارج ما شاء الله لين عدل وما تقنت. لا بد من عندك وجبة، عندك وجبة تتميز عن الوجبات الأخرى. ما خارج وجبة لين عدل يا رب مع التجميل. من درى إلى ما طلع العمال يوم من الأيام كانت قد تعدل ياك العمل اللي عدل. بتي من هذا تاي. كانك تعرف تعداله والله ترى بدرك صدرك تفرفر من الجمهور ربي احسن ندور احنا ندور بنتي الانسانه بنتي الفنانه الجمهور يعرفها والله ما شاء الله ايوه تبان عنا برا منا اشتاك مالك يا تتقبل السيناريو قبل ولاد عمك؟ لا ظهر لي مرانا كديني معاهم. هو عندك كم السنة؟ عندي شاشة تقيت انك مرانا يقول لك عندي كم السنة ترى انا خلاقي انت تواختك ما مكتوبة فيهم تخلاقي انت يعني عن أخلاقة واحدة اثنين أنا يعني قاعد قريبة أكبر منها ولا صغر؟ صغر حتى أنا ماني كبير صغر حتى أنا ماني كبير أشبك ما تقولي لي أخلاقتك ما عندك متعود رابط
بعد بيا الثمانينات والسبعينات. وانت خلاقة انت؟ انا خلاقة من شيء حقيقي. كذب ما انا كريت ترى انا خلاقة 87. خلاقة 87 والله. 87 قاع اخر الشهر الثاني منها عندكم. وانتم الفنانين ما تقولوا سنواتكم وما الفنانين ما تقولوا سنواتكم ما هم الفنانين دائما العليات السنين هم ما يقولوا ما وقع الفنانين وحدهم خوف انهم يكبروا والله او لا اللي اودوا مش نار بتي رجيله والله دليله ولا تقولي لي قولي لي الفنانين انهم وسط انا ماني ما ندري غير قاعد يبوا ذي المشكله ما ترى معاها جوريه شنو المسألة اللي تخلعك؟ والله المسألة اللي ما تموت أنا الخشاش ولا صفيها ما نعود فيها بنتي رانا قصنا التحرار تقول لنا ش تختار تعود وحدك في الحزم تلود دوني وانا مشدود خبري في الحزم معك ومعك اصلا محمود مجنون
البارد تما شنو هكا على باب الكلمات المن شاطي كنت بت شنو البلاد الما فتي شفتي في الداخل والله في الخارج ترقبي في زيارتي بديتي عليهم كاملين؟ ما بديتهم قلت لك شن هم؟ ياسرين؟ ما في محدات ترخبي في زيارة ربان لهم؟ قال لك اللي مختير الجيلة وكلهم مختير الجيلة هر هر فيها شن هم تشوفك في الداخل اللي كنت تشوفك ما بتشوفتي؟ بالداخل خلقي بلايس ما بديتهم بالداخل أنا البلايس اللي تبقى تجيهم في الداخل ما بديتهم بلايس ما بديتهم بالداخل انا اقتصر انا لا سامع بيها ايك شنيك البلاصة يقولوا لها تام شكر شيت لها هي ونديت فيها هاي اللي متعدرين اهلها ولا كرامة ولا بلاصة زينة انا كنت لا سامع بيها وتو يقر ما قد شفتها وشن هم البلايس الاخرين اللي في موريتاني تسامع انت بيهم ما فتجيتهم تبقي تجيهم قابل كل قبل فيهم موريتان فهم بلايس ما فتجيتهم قد تسمي لنا واحدة منهم سمي أمرك بي اللي ما نعرف غير بعد ما جيت قلت لي تقول ليش والله يا حمد قمت لا تبجل لا تبجل للطلبة بالمال الطمع ولا تحجر ترقاك ترقاك الحسين حد معاك يزون محروم يزون محروم والزرزاد عليك نحرو يو 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 أديب وغريب وحنو وغريب وسطايان البالو الأخلاق وحنو اتفاقك عيما حب
كلماتك انت ولا كلمات حد اخر؟ هذا الشور لي انا ملي. الكلمات تبارك الله لك كامله بيت يقناك عاطفي كامل. ما ادري كانوا يتكلم عن عاطفيتك انت ولا عاطفيت واحدين اخرين. شفت الفنان هذا دائما يعود يوصل رساله. احنا ياسر من اشوارنا نرتموا تبرع افطر عينه تعود واحده منا تتبرع. ما قصده بتتبرع بان احنا تبرع ياسر منا ما يبغي يبين لي ما هو في شيء ما هو كذا. ياسر من الناس ما نفهم مولانا فهمت. يقدر يعود الخرق يدورك تقول له تبرع ورجوك العليات عندهم هم تبرع جاهز وعودوا احنا فرصه علينا من القانون ايش من خرق يقول انه انتاجنا نحن وتعود ما يحق. نفس الشيء الاشوار مريعه تتكلم عن مجتمع تهدف له ودرقاش كي نفس شوارك انت عاد هو يتفاهم معاه به اللي عايش معاه يلوّد النفس وكل كلمات غنى انت بيهم وانت ما تتكلم عن راسك تتكلم عن مجتمع توصل له رسالة تتكلم عن نخبة يعني وعيينا مولي نحن نعدرون نحن شوار تابعين لنا نحن ونعودون نتكلم مولي عنا نحن. انت دائما الكلمات لا تختارها من راسك اياك مناش أنا الكلمات يعود ما مختاراتي أنا يعود مقرني ورقايري يا قارئ الجهدي القني تقلت له لا كلماتك أنت تعود ماني ذاكرة من قايد ما له ما خالك حد لا يبقي عدل شكي يقول كلمة وقد يقول هل الفنانين لا يبقي يتوصل ويبقي يذكر قد يقول هل الفنانين يقنوا بها الله العين تنعود مع قني نعود مجرسين في الدار والله شو كنا يتاش يقول بكرة عندهم عدروا من الشور يقولوا لي هما في قفا يعود ما ورقاج واحد ولا اثنين تمو كنا يطيف كرة فيه لين يعقب يعود شورتا بدي تقيس وتيقل لي في زرك تشري منه ماني قياس البوتيك انت قلت لي قاعد انك مالك واخاك بارح ماني قياس البوتيك دائما قيس ولا نعود واخذك التواعد صاروا اخذ على بوتيك انا قدر والله وقف لينك باش بدي شنو تعاملك مع الجمهور يعني يشوفوا تجبري في الأدوية ويحصر عليك اللي يبقى دي دور الصور واللي دوره الفنان لابد يتم يتعامل مع جمهوره بالطريقة اللي يبغي الجمهور اللي إلين يجيك فرصة عليك من تقبل له ذوك الصور فرصة عليك تتعامل معاه هناك كيفته هو نفس تحط راسك مذابته هو ولا سبورتر مسبورتي فنان يقعد ما قط شافه ما هو في التلفزيون وعود يختار يجبرها من قريب يلا هي تتعامل معاه معاملة الأخلاق وتتواضع إن تتعامل معاه. بتي شنو تعاملك مع جيرانك تجيهم ويجوك؟ يمشي يجيه ويمشي الصقع الناس هون هرهم ما يجابروا يجابروا لكن هري أركب وتو. لا تشافات. السالم ولا من قدام غير بعد منهم يجانا دائما يجي. بتي شنو المجالس المفضلة عندك تقعد عليهم فراغ تقعدي مع فيهم فراغ الوقت عليك وقت مالك في الفن. وقت مالي في الهود. أسعد وقاتي مع أبويا وأمي دائما يلهوني ويجيهم مجلس معيتنا صار معاهم وعيتنا الدحمس معاهم وغير اللهم اللي يلهوني لأنه خاض من الدعم. ما عندك أصحابات تبيس وعندهم وجهان ومتاحية مذري من برم ولي شكرا موجهين هالهم خلال نبيهم يطول لي عمارهم ويخليهم بنتي شماسي عندك مجالس العليات مصطلح اليوم الجف ياك ما قطع قلتي في الساقة ولا ما هو فاريان الجف ما قلت بي رغبة بعد نبقي تجف خير ما نبقي ندخله معنى انك تسمعي يا خير قالي عليك ويا خير ما انا بعد نبقي نسمع انا بي رغبه ما فهمت ندخله جف انا نبقي يصيحيني غير ما نبقي ندخل اسواق وكبرات ما نبقي بت والله بت تقولي لنا شيء قراب ولا أبعد اللي عنها ما قد حد بنتي أنت ملايا منك حد بصيتك والصيت بعد حسك زين زين ببرامك زينة وكبرت خيب زاد وقريرك نامك انت
تحمد ما فهم مني منهين وحدة قدامك نيدي ما يتمني ضاك تقود فقال نيدي ما يتمني ضارك تعود كلماتك انت شوف بتقتلك اصلا انا دائما الاسئله حد يقول لي فيه في بيوت الفنانين بتي لهي تقول لنا حكايه اخرى وشور في البياض قلت زين حتى لا قلت لنا بعد الكلمات كانوا من كلماتك انت راهم كلماتي انا ولا ينقال مولاهم وخان شو الخام يبقى عزم ينقال في التلفزيون يبقى يسمو ينقال في وين باطمهم كلماتك انت كلماتي انا خلينا الاسئله لا تقول لنا حكايه وشوره في
الأبياء سلي إحنا قسنا اللي برا إحنا قسنا اللي نبركنا يا تسر الأبني يا دم زين حتى أيوة زاد
ماني جابر سباش ماسي عندك ذاك 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 ان عمري ضل الباب ان عمري ان عمري ان عمري ضل باب ضل باب ضل باب. زين حتى بتي ماذا من شوارك المألوفة؟ هذا الشور فيه خصومة. ذيك هي اللي ندورو ذيك هي اللي ندورو اخبار هذيك الخصومة. شر قط خارق فنان قالوا الشيخ ولدندن. واخيرت رانا مقدمين له تحية. والله مسلمين عليه مدري مبارك الظاهري سابق يعدلوا سابق يعدلوا الشور دا مازال لحد شماسي عندك ذاك النوع من الطلبة رقمك اللي نهواك فيا منه رغبة وشماسي عندك ذاك النوع من الطلبة ظاهري في الليل كان معنا في الدار ولا فات عدرو شورا لا سمعت انا عنده ذي فكرته قلت له اعطيتي قال لي راني عاطي لك ولا تيت مقني وقبل قني قال عقب زيان عنده هنا يقني تعطي قني انا الفناني قاعد كاملي نص مقني والله بدعتوا فيه انتم بعد كاملين وقلتوا فيه شيء ما قدين قال قدال أجواد الضواو وفتيرس رس عيب عقب الأنواو ويك ويك وترورت وسرت وكقراب أقراب 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 بريا يا 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 بولا وتياد وبنحاز مقواو وبعيش عقيد قيد زوار شوفي يا عيشة رسباح فيها تزاوارك بالقيوان هذا قيلس وبوبو الرياح وبوبو الرياح وهذا هو هذا هو يا يا وادو هو وادو تقرا يا وادو هذا قيلس وبوبو الرياح وهذا القراد داو 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 در ما يا 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 وليلي ليلي ليلي ليلا يا وا يا وا يا ليلي هو يا ليلي ليلا وا راني مرحب بونا وفناننا واخونا الفنان العظيم القانع عن التعريف محمد الحنباري اللي حاضر معنا في الحلقه ولا لين اطلب منه يقول لنا الشيء في البتيت لا اله الا الله اسكي حتى يا الملك اللي بيدك ملك الكون وبالملك بلا شرك حشاك وحشاك من الشرك شرك اشتراك القلوب بكل لا شريك لك هذا ما في التريب خالق خلق ضعاف استهلك ونعام وما ومسحوب اشمدك كلا يتفركك من الطاير من ذي الأرض هروب زين حتى اسقي حتى اسقيه بمطر مبارك ضرك نعم ذي القطر المجدوب همنون وك وك بالفيض اللي خير مكبوب
مجالك جنبي والعاملين بالكتب تغفر لي علمك من ذنبي. انت غفار الذنوب واستجب لي عن طلب لكي يظفر بمطلوب وتفرج كربي يا ربي. انت مفرج الكروب واسقينا من قيدك حتى ما فينا ان قيدك لفت لا حول ولا قوه لنا لا ولا تكسب لنا لا ولا قدره لنا لا ولا تسبب دونك يا ربي وانت تعلم والكائن مكتوب. فارزاق فارواح ذات عدد مضمون مكتوب انت تعلم بمن خلقت وانت علام الغيوب الذي اذا سئلت عن مطلوب بغيرك محجوب جبت لبيك. انت خير مسؤول بمطلوب. محمد شور احنا ما نقدر نجوكم في بلادكم ونتفشوا لا تقول لنا شور. كرمك ودادك موروث امن بيد ابطال ما هجديد يا القوز ابن القوز ابن القوز ويا السيد ابن السيد ابن السيد. الليل 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 الليل. كرمك ودابك موروث ودابك موروث عمر بعيد أبطال ما هجديد أبطال ما هجديد. القوز ابن القوز ابن القوز قوز ابن القوز ابن القوز يا السيد ابن السيد ابن السيد سيد ابن السيد ابن السيد. الليل 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 الليل. انت قدام وجاي تقلاو من الانظار ام عما تلفظ خاسر يا قي الا تقبض للناس المعلومه شجام ودين بحلو ما قط انقض لفظك بين الناس وهمام امور وقلمك ما يلحظ بالخط اللور او القدام بالخط اللور او القدام واللي عداك بطل عقل بعدك افطر عقل وتوخر عنك بالتقدام وتوخر عنك بالتقدام. ديك الشريف ديك الشريف ديك الشريف ديك الشريف ومعلوم ويظهر لي ان يحميك القسام حماية والدم تخوض بالخيرات ولا فيك اعظام ولا فيك لكن عظم حظ حتى على عظك لا ترام والبل يد الله ما ينعظ منها كون العادل قدام والفل يد الله ما ينعظ من 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 منها كون العادل قدام انت قدام. زينك الله اللي كذا ما هو عادي والله اللي بشرفتنا ذي المشاركة ولا زينة عندنا حتى ولا زادتنا محمد ما يقدر ينقال زين حتى بتي شنو الكلمة الأخيرة تبغي تقدمي في الحلقة؟ الكلمة الأخيرة أنا بقي نقدم فيها الحلقة أني شاكرتكم شاكرة هذا البرنامج وشاكرة اللي يقدموه وشاكرتك أنت اللي هو اللي جيتنا دينا مرحبين بك عندنا. شكرا راني مودي مبارك الشعب الموريتاني والجمهوري كامل في عيد المولود أن العيد النبوي الشريف راني مبارك لهم فيه. ايش تختاري تقول لجمهورك اللي ظهرتي له من جديد وارك ايه نقول له على انه على اني شاكرته مسلمه عليه وعلى اني مسلمه عليه وعلى اني ندور نجيونا لعلي اذري نساوها في العيد. او بتي لا تقول لنا حكايه وشور ونخبطه وزن وختم
تحنقا يصيد ويحا ثم ويحا إذا يا أرض نجد مين ويمين ويمين تذكر يا أم وجدا فقلت لها أن يشتري فقلت لها أن يشتري لوعة أربوك أصاب حماية مرمو ويرمو ويرمو تي أضعف وجدا أصاب حماية مرمو تي أضعف وجدا أصاب حمامه يموت يضعفنا أي وجدا أصاب حمايا مرمو ويرمو ويرمو وتي أضعفنا أي وجدا وجدا قابضني رقبة ساقمي شمس ساقمي شمس كانوا الجبة الجبة والله متنا يا سي كانوا الجبة الجبة والله متنا يا سي قروري شنواس قروري شنواس قروري شنواس وانا يا لاري يا لاري يا لاري قروري شنواس حساس عني حساس فكك من عيني من عيني من عيني فكك من باسي فكك من عيني فكك من باسي قرور الشنواس قرور الشنواس قرور الشنواس وانا يا لاري يا لاري يا لاري قروري شنواس حديدي حكت نحاسي حكت حديدي حكت نحاسي قروري شنوات قروري شنوات قروري شنوات قروري شنوات وانا يا لاري يا لاري يا لاري يا لاري قرور الشنواس قرور الشنواس قرور الشنواس
شنواز زين حتى بتي شنو اللي حكت كذا حديدي فيه نحاس القاف القاف اللي فيه اللي حكت كذا فيه حديدي والله اللي من قيدي عز لها قاسي حكت حديدي وحكت نحاس بتي ايش ماسي عندك الحلقة اللي عدلناها معاك كانت في بيوت الفنانين لأول مرة تعود ضيفة عليه وكانت صادفة مع عيد المولد النبوي الشريف زينة عندي حتى فتبارك الله زينة عندي عنكم جيتوني وقدمت عليا والحمد لله بوجه عيد المولود هذا العيد النبوي الشريف أنا مشرفني حتى والله اللي مشرفنا عنه جانا ومباركين فيه لجمهورنا ومباركين لك تفي عنك شريف لا تنسى نديون شكرا نديونا دائما نقول احنا للنعمة قد النوبة ان شاء الله مشاهدينا الكرام لم يبقى لنا سوى ان نودعكم ونودع ضيوفنا الكرام وعلى رأسهم الفنانة المتميزة بتي من تنقذي هاي الحلقة كانت جد ممتعة حضورا وغناء وعزفا وطاقما وجمهورا كانت معنا الفنانة المتميزة بتي من تنقذي وكان معنا على آلة الأورج العازف المتميز صاحب الأنامل الذهبية حمى والأحمد والإنقذي راني شاكر الطاقم اللي شرف معايا على الإشراف العام سيدي محمد كوناتي وشاكر شاهي من تباهنا على المونتاج وهذه تحياتي محمد يسر كل سيدينا والملاي الحسن عيدا سعيدا وكل عام وأنتم بخير برمنا بتي تعبتو تعبنا احنا خلونا نواصلوا اخلاقي انت انا دائما لسيرة حد يقول لي بيه شوف ذاك السوار اللي لين خطوا عنه انا زاد عندي اسئلة تفضلي وهاو حما رعي بسم الله بتي حق الله فصلينا من تلفون وجدت لك بوك عيد لك الكرة هذا لا كلماتك انت شوف بتي قلت لك صراحة انا دائما لي سئلة حد يقول لي بيه في بوركوا بيوت الفناني اولا عنك شريف لا تنسى ديون بوركوا يقصها شويته لين قصات تجي عيني انا شوف ذاك السوار اللي لين خطوا عنه أهو اسم الله العذر العزيب والعزيبة قاس تربها